بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها السادة المشاهدون في حلقة جديدة من برنامجكم الوسطية، والذي تناولنا فيه خلال عدة حلقات مضت مفهوم الوسطية وجميع ما يتعلق في جوانب الوسطية. حلقة اليوم ستكون حلقة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث أنها يترتب عليها موضوع غاية في الأهمية أخطأ فيه كثير من الدعاة وكثير من المنظرين الذين ينظرون للشباب ويسوقونهم إلى أمور تخالف شرع الله تبارك وتعالى. لذا صار علينا لزاما أن نبين حقيقة هذه المفاهيم لشباب وبنات الأمة لكي يعرفوا حقيقة الوسطية وحقيقة ما يخالف هذه الوسطية. محاور حلقة اليوم تتعلق بمفهوم الولاية أو بمفهوم ولي الأمر والحقوق والواجبات المترتبة على هذا المعنى. هناك عدة تساؤلات من الشباب سواء في تويتر أو في غيرها من المنتديات سواء الحوارية أو الفكرية، يتساءلون عن الحقوق والواجبات المترتبة على هذا المعنى العظيم الذي لم يغفله إسلامنا الحنيف. لذلك سنناقش هذه المحاور كلها مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة، أمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية. مرحبا بك دكتور عبد الله. أسأل الله حييك بارك فيك شيخ عواد، وحيي جميع مشاهدينك الكرام. حياك الله دكتور. دكتور عبد الله، فيما يتعلق في مسألة ولي الأمر وفي الولاية العظمى أو ما يتعلق في مسألة الحاكم والمحكوم، كثير من الدعاة اليوم في هذا العالم المفتوح في تويتر وفي مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب ومواقع الانترنت أيضا، نجد هناك بعض التنظيرات وبعض التأصيلات قد تكون مخالفة لما جاء به الإسلام، والبعض قد يشحن لها الأدلة الغير صحيحة والغير موجودة في موضعها الصحيح. فأردنا دكتور عبد الله أن نتحدث ونتحاور وياك في هذه الحلقة عن هذا المفهوم العظيم. وابتداء دكتور عبد الله، أحببت أن تذكر لنا وللسادة المشاهدين ما هي أهمية الإمامة في دين الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياك الله مرة أخرى شيخ عواد، وحيا الله كل الإخوة والأخوات المشاهدين الكرام، الذي نسأل الله أن يعيننا على تقديم ما ينفعنا وإياهم في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. سياسة الناس، الحكم، الإمامة، هذه من أهم الأمور التي اعتنى بها الإسلام بياناً وتوضيحا لشأنها وأحكامها وآدابها. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أمرا هاما يتعلق بهذه المسألة في كتابه الكريم، وذلك حين أمر بطاعة ولاة الأمر وبطاعة السلطان المسلم. قال الله تعالى كما في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الآية هي أصل في هذا الباب، يعني من هذه الآية تستطيع أن تستنبط ما يتعلق من أحكام هامة تتعلق بباب الإمامة والولاية والسلطة. وأهمية الولاية يدل عليها كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة في هذا الباب، بل إنه لا يكاد يعرف كتاب من كتب السنة وكتب الحديث إلا وقد جاء فيه ذكر هذه الأحاديث. بل إن أصحاب الصحيحين الإمام البخاري ومسلم كلاهما عقد في كتابه كتابا خاصا يتعلق بهذه المسألة. ففي صحيح البخاري كتاب الأحكام ذكر فيه الأحاديث المتعلقة بولاة الأمر وحقوقهم وواجباتهم وما عليهم وما لهم. كذلك في صحيح الإمام مسلم ذكر كتابا خاصا سماه كتاب الإمارة،
وسرد تحته الأحاديث العظيمة والكثيرة الواردة في هذه المسألة. وهذه المسألة حين نبين أهميتها يشهد الله أننا لا نتحدث من باب التقرب لأحد من الحكام، وإنما نتحدث عن أمر شرعي جاء في الشرع وأمرت به الشريعة. بعض الناس يستحي من أن يتحدث ببعض الأوامر الشرعية بسبب الضغط الذي عليه، ضغط المجتمع، ضغط البيئة، ضغط الحياة، ضغط الواقع الذي يعيشه، سواء هذه المسألة أو غيرها. لذلك الكثير لا يحب أن يتحدث عن مسائل الحدود مثلا ومسائل القضاء في الإسلام، ولا يحب أن يتحدث في مسائل أخرى يظن أنها لا تليق أن تطرح في هذا العصر أو كذا. وهذا الظن في غير محل. نعم، هناك مسائل أحيانا لا تطرح للمصلح، تكتم. يعني مثلا مسائل علمية تخشى أن تطرح عند أناس ويفهمونها بشكل مغلوط وبشكل خاطئ، ويؤدي ذلك إلى أن يطبقوها بشكل خاطئ أيضا، وتحصل المفاسد العظيمة. وهذا أصل شرعي، وهو أن الحق يخفى أحيانا، يكتم للمصلحة. جيد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تبشرهم فيتكلوا. نعم. مع أن الذي سمعه معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان وحيا من الله حقا محضا لا غبار عليه، لكن المصلحة حتى لا يفهم الكلام النبوي بشكل خاطئ يؤدي إلى الاتكال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتمه. وذلك نحن أحيانا نعيب على بعض الفضلاء حين يتحدثوا عن مسائل الردة وأحكام الردة عند المبتدئين من طلبة العلم والشباب، لأن هؤلاء لا يدركون حقائق الأمور ولا يتفقهوا في هذه المسائل كما يتفقه فيها الفقهاء، ويدركون عواقبها ويعرفون من يتكلم فيها ومن يخوض ومن يطبق هذه الأحكام. لكن نحن اليوم نتحدث عن هذه المسألة، والله وحده يشهد، من باب بيان الحق في هذه المسائل التي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الله جل في علاه في كتابه. ممتاز. ولذلك شيخ عواد، العلماء بيّنوا أهمية الخلافة والحكم والإمامة وولاية الأمر. ذكر الإمام أحمد لما سئل عن هذا قال: لا بد للناس من إمام، أتريدون أن تضيع حقوق الناس؟ وابن المبارك رحمه الله في قصيدة له مشهورة يقول من ضمنها: لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، ولكان أضعفنا نهبا لأقوانا. يصبح القوي يأخذ الضعيف، شريعة الغاب، تسود شريعة الغاب في المجتمع، وهي أن القوي يأكل الضعيف. وجاء عن الخطابي وغيره الكثير من العلماء ما يبين أهمية وجود الحاكم المسلم، لأنه يعني يردع، رعاك الله، يردع اللصوص، يردع المجرمين، حتى لو أنه ما ردعهم بشكل كامل يردع على الأقل بشكل كبير. جيد. جميل. حتى لو عنده تقصير وعنده ذنوب وأخطاء وظلم، وجوده خير من عدم وجوده. نعم. لأن عدم وجوده معناه أن تشيع الفوضى في الناس، ويصبح الناس في عجز عن حماية أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وهذا من الخطورة بمكان. ولذلك العلماء اعتنوا بهذا الباب وبينوا أهمية الخلافة من خلال إفراد مصنفات خاصة تتعلق بهذه المسألة. ممتاز. وهي التي يسمونها يعني كتب الأحكام السلطانية. غير ما واحد من العلماء كتب في هذه المسألة كتابا يحمل هذا الاسم، الأحكام السلطانية، للماوردي، لأبي يعلى، ولغيرهم كثير، وبعضهم ربما سماه السياسة الشرعية كما فعل ابن تيمية رحمه الله، سياسة شرعية في إصلاح الراعي والرعية.
وكذلك ابن القيم ألف كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، والشيخ عبد الرحمن السعدي ألف السياسة الشرعية، وغيرهم كثير جدا. وابن جماعة ألف كتابا عظيما معطارا اسمه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، وربما سموها بأسماء أخرى، يبينون من خلالها واجبات الحاكم وأهمية وجود الحاكم ونصب الخليفة والإمام، وكذلك يبينون ما له من حقوق وكيفية التعامل معه إلى آخره إن شاء وطاعته. سنأتي نعم إلى سنأتي دكتور عبد الله إلى ما يترتب على الحقوق والواجبات في هذا، لكن بما أنكم بينتم أهمية الإمام وذكرتم أقوال العلماء في هذا المعنى العظيم والمعنى الجليل، حتى أن البعض قال أنه لا يوجد مجتمع لم يكن له سلطة، سواء كانت سلطة بدائية أو سلطة يعني حديثة. كل المجتمعات الإنسانية إنما كان لها سلطة تحكمها وتدير شؤونها. هذا دكتور المفهوم الذي ذكرت، المفهوم العظيم والمفهوم الجميل، يجرنا إلى سؤال دكتور وهو أخص مما ذكرت، وهو ما هو يعني مفهوم أو تعريف ولي الأمر؟ لأن هناك خلط عند كثير من الشباب عن ماهية أو تعريف ولي الأمر الذي يترتب عليه السمع والطاعة له. نريد أن نعرف ونعرف السادة المشاهدين من هو ولي الأمر. نعم، تعريف الولاية أو الإمامة أو تعريف السلطان المسلم، تعريف ولي الأمر، اختلفت فيه عبارات أهل العلم، لكنها تصب في بيان حقائق هامة. منها أن ولي الأمر هو الذي يلي أمور المسلمين ويسعى لتحقيق أو يجب عليه أن يحقق مصالحهم الدنيوية والدينية. بعضهم يقول يتولى حراسة الدين والدنيا، يقصد لحقوق الرعية. هذا هو الحاكم بالمصطلح المعاصر. ممتاز. سواء سمي رئيس، سواء سمي أمير، سمي ملك، سمي زعيم، سمي قائد إلى آخره، المسميات ليست هامة كما ذكر النووي رحمه الله، إذا دلت، المهم أن يكون مسمى دل على المعنى المقصود. سواء سمي ولي الأمر، سمي أمير المؤمنين، سمي الإمام، حتى أن النووي رحمه الله ذكر في إعانة الطالبين رحمه الله أو روض الطالبين، ذكر روض الطالبين عفوا كتابه في الفقه، ذكر أن ولي الأمر يسمى أمير المؤمنين حتى وإن كان فاسقا، حتى ولو كان عنده ذنوب معاصي، باعتبار أنه هو أمير في حقيقة الأمر، وهو أمير لشعب مسلم لمؤمنين، إذن يطلق عليه هذا اللقب، ليس من باب يعني التمجيد أو التعظيم كما قد يظن. فهذا هو ولي الأمر. ولذلك الله عز وجل أشار في الآية، بل ونص سبحانه وتعالى على صفة هذا الحاكم المسلم، وذلك حين قال وأولي الأمر منكم. أولي الأمر يعني الذين بيدهم مقاليد الأمر. ممتاز. هم الذين تولوا الحكم والسلطة في الدولة واستتب لهم الأمر بشكل كامل، سيكون الأمر مستتب لهم. ممتاز دكتور عبد الله. الصفة الثانية قبل الفاصل، تفضل، أن يكون مسلما، لقوله تعالى منكم، وبعد الفاصل إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله، بارك الله فيكم دكتور عبد الله. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نستكمل هذا الحديث الماتع والغاية في الأهمية، فابقوا معنا. أهلا بكم ومرحبا أيها السادة المشاهدون مرة أخرى لنستكمل هذه الحلقة الماتعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة. دكتور، توقفنا قبل الفاصل عن شرطين لولي الأمر، أو أمرين يعني يتعلق في تعريف ولي الأمر، فما هي هذين الشرطين؟ نعم، هذا هو الذي نص الله عليه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، حين قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا تأملنا في هذه الآية وفي آخرها تحديدا، نجد أن الله عز وجل يأمرنا بطاعة من اجتمعت فيه صفتان هامتان، الأولى أن يكون وليا للأمر،
ولي أمر الناس استتبت له الأمور وهو الذي يتولى مقاليد الحكم، والثانية أن يكون مسلما لقوله تعالى وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين. فمن كان من غير المسلمين لا يصح أن يقال بأنه تجب طاعته شرعا كما في هذه الآية، لا، هذا لابد أن يكون مسلما. والمتأمل في هذه الآية شيخ عواد يستخرج منها أهمية الخلافة والإمامة وقيام الدولة والحكم. ترى أحيانا نستطيع أن نعبر عن الولاية بالدولة، أن لابد أن يكون هناك دولة تحكم وتنظم شؤون الناس، كما تفضلت قبل قليل أنت في بيان أنه لا يوجد مجتمع إنساني إلا ولا بد أن يكون له رأس، ولا بد أن يكون له قائد، ولا بد أن يكون له شخص يرجع إليه في الأمور. لا أظن أن عاقلا يقول بأنه يصح أن يعيش الناس في مجتمع أو مدينة دون أن يكون لهم رأس، يعني جهة عليا أو سلطة أو كذا، هذا لا يمكن أن يقال. وهذه السلطة كما سيأتي معنا إن شاء الله، يعني من واجباتها أن تحكم بالعدل وأن تحافظ على حقوق الناس وأن لا تعتدي على الأموال العامة، وإذا فعل الحاكم شيئا من ذلك فإنه سيحاسب عند الله سبحانه وتعالى. هذا موضوع مفروغ منه، لكن نحن نتكلم عن هذه الجوانب في أهمية هذا المنصب وحساسيته ومكانته الكبيرة والعظيمة في الإسلام. إذا لابد أن يكون مسلما وأن يكون قد تقلد مقاليد الحكم. وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، لاحظ هنا قال أطيعوا الله ثم قال وأطيعوا الرسول، لاحظ أعاد الأمر وأطيعوا، ثم قال وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. ونحن ندرك أن كلام الله عز وجل كلام حكيم، وألفاظ القرآن هي أدق الألفاظ على الإطلاق، وهي التي في يعني إيجازها وبسطها الحكم العظيمة. طيب لماذا ما قال تعالى وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ هل هذا جاء الكلام اختصارا؟ لا، الله عز وجل حذف فعل الأمر هنا ولم يعده سبحانه وتعالى ليبين ويفهم الناس أن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، تابعة لطاعة الشرع. جميل. أن طاعة الدولة، طاعة النظام، التزام القانون، تطبيق القانون، ها، لا بد أن يكون تبعا للشرع. ولذلك ترى حتى بعض الأخوة اللي ممكن يعيبون عليك أنت لما تتكلم أحيانا تقول طاعة ولي الأمر وكذا، تجد أناس يعيبون هذا الكلام وربما سخروا منه واستهزأوا به، هدانا الله وإياهم سواء السبيل، لكن هم في أنفسهم يدعون لهذا الكلام لكن بمسمى آخر. يقولون نطبق القانون، نطبق النظام، لازم كذا، مصدرة واحدة. كلامهم حق وهو الذي ندين الله به، نقول به طبعا، لا نقول نطبق القانون بشكل عام، لا، أنا أقول إذا القانون يخالف الشرع لا يطبق، إذا القانون فيه أخطاء، القانون فيه ظلم للناس لا يطبق. هو لماذا وضع هذا القانون؟ أليس لمصلحة الناس؟ نعم. ولذلك لما نقول لا يطبق لا يعني هذا نتمرد، لا، لكن نطالب من بيده تعديل هذه القوانين أو إعادة النظر بهذه القوانين، نعم، أن يعدل هذه القوانين التي فيها أخطاء. الشريعة توصف يا شيخ عواد بأنها مرنة. جميل. ممتاز. مرنة، تختلف المسألة الواحدة تختلف من شخص لشخص، الحكم الواحد يختلف من شخص لشخص. لكن مشكلة القوانين أنها أحيانا تكون جامدة، لا يجد يعني الذي يحكم بها أو يسعى لتطبيقها لا يجد ما يجده من مرونة في الشريعة، لا يجد مخرج لكل ولا قانون. يجد مخرج. ولذلك معروف عند القانونيين مثلا أن القانون لا يحمي المغفلين،
هو ترى ما في مادة قانونية تقول هذا الكلام، لكن هذا عرف قانوني وهو عرف معتبر، أنه والله إذا خدعت أنت القانون ما يحميك. واحد مسكين خدع، جميل، جميل. وقعوا على عقد أو كذا على بيع بيته إلى آخره، ربما القانون هنا لا يحميه، لكن الشريعة تحمي المغفلين. جميل. فلو غبن الإنسان، خدع في بيع أو شراء أو كراء، يعني إيجار أو غيرها من العقود، أو حتى في عقود الزواج، الشريعة تحميه، في حين أن القانون لا يحمي المغفلين. هذا كمثال. ولذلك لما الأخوة يطالبون تطبيق القانون، هم في الحقيقة ينادون بما ننادي به نحن من التزام أوامر ولي الأمر، ممتاز. أوامر الدولة في غير معصية الله، كما سيأتي معنا في حديث ابن عمر رضي نعم الله عنه وأرضاه. نعم دكتور عبد الله، وهذا أيضا هذا الكلام الذي تفضلتم به لا يعني إيجاد سلطة معصومة، لا لا يجوز، يعني إيجاد سلطة معصومة، ما لا في يعني شك، إيجاد هذا لا سلطة، أي شك. نعم، هذا يعني حتى لا يفهم البعض أننا يا شيخ، يعني الله مثلا إذا بالنبي كان صلى هناك الله عليه أخطاء لابد وسلم، أن يكون هناك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من أخيه، يا سلام. فمن قضيت له بحق لأخيه فإنما هي قطعة من النار أقتطعها له. الله أكبر. يعني شنو هالكلام؟ يعني بعض الناس فعلا وهو صاحب حجة، صاحب كلام، إن من البيان للسحرة، نعم، يستطيع يقلب الحق باطل، يستطيع يجعل القاضي والحاكم يشعر بأن الحق معه وأنه صاحب الحق، كما يقول يعني الشاعر في زخرف القول: تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. الحق جميل. أحيانا يضعف، شلون نقول قضية عادلة وقضية ناجحة لكنها وقعت في يد محامي فاشل؟ أحيانا هذا المحامي الفاشل ما في يده من القضية، من القضاء القضية في هذا الموضوع، وما في يده مستندات وأدلة وبينات ودلائل إلى آخره، لو عند غيره ينتصر، لكن لفشله فشلت القضية. ممتاز. هذا إذا ضربنا مثال. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا بين، إذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه في هذه الأبواب قد يحكم لأشخاص بما ليس من حقهم، فكيف نعم. بغيره؟ جميل. والنبي صلى الله عليه وسلم الشريعة أصلا بينت أن حكام آخر الزمان يكثر فيهم الظلم، يكثر فيهم يعني الذنوب والمعاصي، تكثر فيهم الأثرة. الأثرة يعني شنو؟ يعني يأخذون الأموال لهم يستأثرون بها، يأخذون المناصب الحساسة لهم يستأثرون بها. هذا يعني أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أمرا جديدا، ومع ذلك أمر بطاعتهم مراعاة لمصلحة الناس أولا قبل مصلحة الحاكم. فلا أظن أن عاقلا يدعي أن هناك حكومة أو أن هناك حاكم يسلم من الزلل. ما أظن أن في عاقل يقول، ترى فقط يعني ربما بعض الأديان تعتقد عصمة سلالات معينة، جميل، سلالات تحكمها. هذه الأديان الآن شبه اندثرت، يعني ما بقي منها لا يذكر، لكن في دين الإسلام لا، وليس الحاكم فقط، الكل. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. منهم من؟ منهم الحكام، يصيبون ويخطئون، توافقهم أحيانا تخالفهم أحيانا. صحيح أنت مطلوب منك تلتمس الأعذار، تقدم حسن الظن، وليس طبعا دائما وإنما أحيانا، وتقول لعل وعسى، خصوصا أن في قضايا كثيرة يعني خالفنا فيها نحن الرأي، نشوف نقول والله الدولة الله يهديهم المفروض ما يسوون هذا القرار خطأ وهذا كذا، ثم بعد حين يظهر لك الأسباب والمبررات التي تدلك على أن هذا القرار كان صائبا، أو قل أقرب للصواب حتى لو في حال معينة. ولذلك والله يا شيخ عواد، وأنا حزين بسبب أن الناس لا يدركوا هذه الحقائق عن الإسلام. الإسلام دين السماحة، دين اليسر، الدين الذي من قواعده الأساسية أن المشقة تجلب التيسير. الله أكبر. في كل أمر، حتى في الأحكام السلطانية، الحاكم إذا وجد مشقة في تطبيق حكم معين، جميل، والمشقة بضوابطها الشرعية
جلبت له التيسير. مثل ما أن الإنسان إذا عجز عن القيام في الصلاة، الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن أعظم أركانها القيام، من أعظم أركان الصلاة القيام، صلي قائما يقول عليه الصلاة والسلام، فإن لم تستطع فقاعدا. ومع ذلك الصلاة يسقط هذا الركن، ركن القيام، إذا عجز الإنسان عنه، إذا أصبح في إتيانه بالقيام مشقة بالغة على الإنسان. فكيف بغيره من الأحكام؟ الصيام، صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك يسقط عند العجز، عند العجز عنه، إما لكبر السن أو للمرض، المرض الدائم أو المرض المؤقت، أو بسبب الحمل، بسبب الإرضاع، بسبب السفر، رخص كثيرة تسقط هذا الركن العظيم، أحيانا تسقطه إلى بدل، وأحيانا إلى غير بدل، يعني إلى قضاء، وأحيانا إلى كفارة، وأحيانا في حق المجنون وغيره أو من فقد عقله يسقط الحكم بالكلية، مع أنه ركن من أركان الإسلام. فنحن يا رعاك الله، والله لا أعرف عاقلا يقول أن الحكام معصومون. نعم ذكر في التاريخ أن البعض، وأنا أقول اليوم قد تجد أناسا يطبلون للحكام ويزينون كل أفعال الحاكم، هذا موجود في دول كثيرة، وأحيانا يكونون من الدعاة إلى الله، لكن أو من المنتسبين للدعوة والعلم الشرعي أو كذا إلى آخره. سنأتي على هذا المحور إن شاء الله. نعم تفضل. إذا تبين الأجلة ولا لا، أتمنى أن نأجل، أنه محور كامل ونحتاج إلى تفصيل فيه، لكن هناك دكتور معنى عظيم، وكثير ما يتداول في تواصل مواقع التواصل الاجتماعي وفي جميع الميادين، وهو مفهوم السمع والطاعة للحاكم. الناس في هذا المعنى عدة أصناف، فمنهم من يقول أن السمع والطاعة للحاكم مطلقة في كل شيء، ومنهم من يقول أنه لا سمع ولا طاعة للحاكم، ومنهم من يقول أن هناك سمع وطاعة لكن بضوابط. نحتاج أن تبين لنا هذا المعنى العظيم الذي جاءت به الشريعة دكتور عبد الله، معنى السمع والطاعة للحاكم. السمع والطاعة للحاكم المسلم والتزام أنظمة الدولة المسلمة، هذا جاء منصوصا في القرآن فيما تقدم معنا من الآية، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله سبحانه يأمر بطاعة أولي الأمر، جمع ولي الأمر. فولي الأمر طاعته واجبة بنص القرآن. ممتاز. كذلك جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بالسمع والطاعة للحاكم، حتى ولو كان الحاكم فيه نقص، فيه خلل، فيه تقصير، فيه قصور على الحكم، لكن بما أنه حكم وجبت له يعني البيعة والسمع والطاعة. منها أحاديث كثيرة، حديث حذيفة وحديث جابر وحديث جرير وحديث ابن عمر، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في منشطك ومكرهك، إلا أن تؤمر بمعصية، فإن أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا في صحيح البخاري. كذلك في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم أفلا نقاتلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أدوا ما لهم وسلوا الله ما لكم. في رواية: فإن عليهم ما حملوا، يعني الله يتحملوا المسؤولية. والكلام في هذا يعني يدركه من يتأمل في الأمور جيدا. الشريعة لما أمرت بالسمع والطاعة للحاكم حتى ولو كان عنده ذنوب، وحتى ولو كان يأكل بعض الحقوق، ترى من باب يعني ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، لأن الخروج عليه، الخروج على الحاكم في الحقيقة يولد شرا عظيما، الصدام والقتال رأيناه في بلدان كثيرة، صدق. ورآه الناس وحكاه التاريخ، يعني كم
تجد من إنسان يريد أن يطالب ببعض حقه، هو عنده حق 100%، ذهب من حقه 20%، 30%، 40%، لكن بقي معه من الحق 60%، فيريد يطالب بالحق الباقي، تؤدي المطالبة هذه، أقصد الغير مشروعة. أما المشروعة فلا بأس أن يطالب بحقه كاملا ويسعى لأخذه، بشرط أن تكون بالطريقة المشروعة. فهو عشان يطالب بهذا الحق الذي ذهب، القليل بالنسبة للكثير اللي عنده، يذهب حقه كله. بعد أن كان يتمتع بأمن وأمان ويتمتع بكذا، تعم الفوضى إذا حصل الصدام بين الحاكم والمحكوم، كما رأيناه في بلدان كثيرة. نعم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، عندك فاصل شيخ عواد؟ تفضل الجزئية هذه دكتور، نطلع نعم. فاصل ونرجع نكمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الصحابة ووعظهم موعظة بليغة، درفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا له: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. والحديث رواه أصحاب السنن. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، واحد، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، انتبه، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمر بالسمع والطاعة، نعم، أول ما أمر بتقوى الله، ثم السمع والطاعة للحاكم، وإن تأمر عليكم عبد. نعم. العبد يا شيخ عواد، طبعا العبد هنا ليس كما يظنه بعض الناس أن المقصود به الخال، يعني اللي لونه أسمر، لا، هذا خطأ. وإنما العبد المقصود به المملوك. نعم. قد يكون مملوكا رقيقا وهو أشقر مثلا أو نعم. أبيض اللون. نعم. لكن هذا المقصود أنه رقيق وليس بحر. نعم. الناس على قسمين، أحرار وأرقاء. جميل. نعم. اليوم الرق يمكن ما له ذكر، لكن كان الرق موجودا من قبل الإسلام، كان الرق موجودا وملك اليمين. نعم. هذا الرقيق هو في أصله لا يملك الولاية على نفسه، على نفسه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسمع والطاعة له، متى؟ إذا تأمر. إذا تأمر، أي إذا صار أميرا. إذا صار نعم. أميرا. نستكمل هذه النقطة دكتور عبد الله بعد الفاصل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نرجع نستكمل هذه النقطة المهمة، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون، مرة أخرى في هذا أو في هذه الحلقة الماتعة مع فضيلة الدكتور عبد الله الشريكة. دكتور عبد الله، ذكرتم قبل الفاصل أن الناس ينقسمون إلى قسمين، أرقاء وأحرار. نعم. وذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطاعة حتى وإن تأمر على المسلمين عبدا. حبذا لو فصلتم في هذا المعنى أكثر لتتضح الصورة إلى السادة. نعم. المشاهدين، أقول عسى الله يحفظكم من يتابع. نعم. وإياكم. الحاكم الإمام ولي الأمر له صفات، هذه الصفات منها أن يكون قرشيا، أن يكون عالما، أن يكون تقيا، أن يكون كذا وكذا. جميل. لكن هذه الصفات في حال الاختيار، إذا كان بالاختيار، يعني إذا ردنا أو كان بوسع الناس أن يجدوا مثل هذا الحاكم. لكن إذا ما وجد، إذا لم يوجد مثل هذا، وجد حاكم فيه صفات أقل من هذه الصفات أو أكثر هذه الصفات ليست فيه، يعني لم يكن قرشيا ولا عالما ولا 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 إلى آخره، في هذه الحال إذا استقلد مقاليد الحكم أصبح ولي أمر. بدليل هذا الحديث نفسه: وإن تأمر عليكم عبد. شوف العبد شنو فيه من صفات الحكم اللي ذكرناه، ما فيه أبدا، له قرشي، له عالم، له حر، له كذا، له له إلى آخره. يجب أن يكون سليم الحواس الحاكم، يجب أن يكون حرا، يجب أن يكون تقيا، يجب إلى آخره. طيب، هذا ومع ذلك هذا العبد الذي انتفت منه أكثر صفات الإمامة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة له، متى؟ إذا استتبت له الأمور وتولى مقاليد الحكم. جيد. القضية الهامة أن السمع والطاعة للحاكم المسلم إنما تجب إذا أمر بالمعروف،
والمعروف إما أن يأمر بأمر واجب أو يأمر بأمر مستحب أو يأمر بأمر هو في الأصل مباح أو ينهى عن أمر مباح أو ينهى عن أمر مكروه. جيد، نوع من التفصيل دكتور عبد الله، واحدة واحدة على أساس تتضح الصورة. نعم. نعم، إذا أمر الحاكم بإقام الصلوات الخمس، الصلوات الخمس واجبة، واجبة، جميل، في هذه الحال الأمر أصلا يعني أمره لا يزيد الأمر إلا تأكيدا لأنها نعم. واجبة بأصل الشرع. نعم. لكن لو أمر الحاكم يعني الناس بفعل أمر مستحب، مثلا لو أمرهم بصلاة الراتبة، جميل، أي صلاة السنة، نعم، السنن الراتبة، نعم، في هذه الحال تصبح هذه السنن واجبة في حق من أمرهم الحاكم. ممتاز، جميل، هي في أصلها مستحبة لو تركها الإنسان لا شيء عليه، لكن في هذه الحال أصبحت واجبة لأمر الحاكم. ممتاز. لو أمر بأمر مباح، جميل، يعني أعطيك مثال، حزام الأمان هذا شنو حكم لبسه؟ الأصل أنه مباح من حيث الشرع، نعم، لكن لما أمر به الحاكم أصبح واجبا في حق الناس. هذا كمثال. نعم. لو أمرك الحين هذا الماء ما حكم شربه؟ مباح. مباح، لو أمر به الحاكم، لو أمر بالمباح يصبح واجبا في حق المأمور. ممتاز. كذلك الأمور المكروهة، أشياء التي ما حرمتها الشريعة إنما نهت عنها نهي كراهة، مثل الشرب قائما مثلا، ها، على الخلاف اللي معروف لكن نذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور، مثلا لو نهى الحاكم عن الشرب قائما يصبح الشرب قائما محرما. لماذا؟ لنهي الحاكم السلطان. هذا مفهوم الطاعة. طيب لو أمر السلطان بفعل أمر محرم، في هذه الحال لا يطاع. لو أمر بشرب الخمر، لو أمر مثلا بأكل الربا، لو أمر بالسرقة، لا يسمع له، جميل، لكن حينما لا نطيعه في هذه الجزئية، هذه المسألة التي أمر بها وفيها معصية، لا يعني هذا أن نتمرد عليه، بمعنى نقول والله احنا خلاص ما نسمعنا ولا نطيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، قال ولا تنزعوا يدا من طاعة. جميل؟ جميل. مثل الأب، الحين أبوك إذا أمرك بأمر فيه معصية ما تطيعه. نعم. جميل؟ لكن هل يعني هذا أنك تتبرأ من أفعال الوالد وأوامره الأخرى؟ أبدا. الجواب لا. واضح؟ واضح. هذه من القضايا الهامة. تأتي القضية الأهم، أحيانا الحاكم يأمر بأمر عام للشعب، جميل، وبعض الشعب يعجز عن القيام بهذا الأمر. نعم. في هذه الحال يسقط عن العاجزين هذا الأمر. ليش؟ لأن من قواعد الشريعة المقررة عندنا أنه لا واجب مع العجز. طيب. الشريعة لو أمرتك بأمر واجب عليك، أمر إيجاب، وعجزت عنه يسقط عنك. ضربت لك مثال قبل قليل بالقيام في الصلاة، لو أن إنسانا عجز عن القيام سقط عن القيام، لقوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة. نعم. كذلك أوامر ولي الأمر، أحيانا يأمر ولي الأمر بأوامر يعجز عنها الناس، جميل، في هذه الحال تسقط عن العاجزين هذه الأوامر. كذلك أحيانا يعني الأوامر الشرعية، وهذه من المسائل الهامة التي تعطي الإنسان تصورا صحيحا ودقيقا لتطبيق هذه الأحكام الشرعية. شو نطبق الأحكام؟ أحكام الشرع تنقسم إلى قسمين، طبعا كلها حكم، لكن هناك أحكام، هناك أوامر شرعية، جميل، معللة، الشريعة ذكرت العلة لها أو العلماء استنبطوا هذه العلة. أي الحكمة دكتور منها؟ لا، ليست الحكمة، أيوة، الحكمة هي شيء والعلة شيء آخر. الآن أذكر العلة هي التي يعلق عليها الحكم. ممتاز. بخلاف الحكمة، يعني أضرب مثل، الحكم الشرعي يقول يجوز للمسافر أن يفطر في نهار رمضان، جميل،
ما علة الإفطار هنا؟ المشقة. هذه الحكمة. ممتاز. العلة هنا إيش اللي ربط اللي علق عليها الشرع الحكم؟ السفر. ممتاز. أن يكون مسافرا. طيب ليش؟ ما الحكمة؟ وجود المشق. ممتاز. مراعاة لمصلحته. لكن العلة هنا هي ما ربط فيها الحكم. نعم. كل خمر مسكر وكل مسكر فهو حرام أو كما جاء. جميل. ما علة تحريم الخمر؟ وجود الإسكار. كل شراب فيه إسكار يسكر يذهب العقل، هذا محرم. طيب ما الحكمة من التحريم؟ شوف الحين جينا إلى الحكمة. نعم. غير العلة. جميل. الأصوليون فرقوا بينهم، الحكمة الحفاظ على عقل الإنسان حتى يصير التصرفات هوجاء، تصرفات تترتب فيها وعليها اعتداءات على الآخرين. ممتاز. هناك أحكام شرعية غير معللة، تعبدية، نفعلها تعبدا لله، لا نعرف أحكام الحكمة منها. جميل. مثل يعني مثلا شخص أكل لحم الإبل. جميل. جميل. هو أكله بفمه أليس كذلك؟ بلى. ويذهب يتوضأ، يغسل يديه، يغسل رجليه، شو علاقة اليدين والرجلين بالفم؟ صح؟ صحيح. طيب هذا كون أن لحم الإبل ينقض الوضوء. نعم. نعم. على القول. نعم. نعم. مسألة خلافية. نعم. على القول بهذا النقض. إذن هناك أحكام نحن لا نعرف عللها. جميل. ولا نعرف حتى الحكمة منها، وإن كنا نجزم أن كل أحكام الشرع إيش؟ حكمة، فيها حكمة. حكمة. نعم. طيب تعال الآن إلى قاعدة هامة جدا من القواعد المتفق عليها. ترى أنا أكلمك شيخ عواد عن أمور يعني يذكر العلماء أن حتى طلبة العلم حتى الشرعيين يخطئون فيها. ممتاز. وربما يستنكرونها. يقول الفقهاء والأصوليون يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. جميل. جميل. شخص عنده عصير برتقال، عنده غلاصين عصير برتقال، شنو حكمهم؟ مباح. شربهم حلال. نعم. صح؟ نعم. وضع في أحد الكأسين خمر مع العصير. جميل؟ جميل. هذا الخمر يسكر ولا لا؟ يسكر. يسكر. جميل. إذن أصبح هذا العصير الآن محرم ولا مباح؟ محرم. ليش؟ لوجود الخمر. لوجود الخمر، لوجود الإسكار اللي فيه. نعم. جميل. طيب لو أننا استطعنا أن نعالج هذا الإسكار ونزيله من العصير، يبقى الحكم على ما هو عليه ولا انتفى لانتفاء العلة اللي هي الإسكار؟ نعم. ينتفي. انتفى. نعم. جميل. جميل. كذلك في مسائل كثيرة ولي الأمر أحيانا الدولة تصدر قرار الناس يفهمون العلة من هذا القرار. بعض المشايخ هم يتكلمون في هذه المسائل يعني وهي لأهميتها. يعني مثلا الإشارة الحمراء في المرور لا يجوز تجاوزها. جميل. لا يجوز لأسباب عدة، منها طاعة ولي الأمر، طاعة الدولة، تطبيق النظام، ومنها ما يترتب عليها من تعريض النفس للمخاطرة والغير للمخاطرة أيضا، مخاطرة بحياتهم قد يكون سببا لإتلاف الأعضاء الإنسان من خلال حوادث أو لموت هذا الإنسان. لكن لو إنسان قال لك يا أخي أنا في مكان جميل بعيد نائي ما في أحد من الناس وفي إشارة ما في أبد أبد في أقصى البلاد وما هو الساعة 3 بالليل وما في أحد وكذا إلى آخره، بعض الفقهاء يقول إن مثل هذا الوضع يجوز من خلاله تجاوز الإشارة. ليش؟ لأن هذه الإشارة وضعت لعلل، صح ولا خطأ؟ نعم. والعلل الآن انتفت، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. بعض الناس ما يفهم هذه
الأمور. وهذا الكلام أصله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر أن أحكام الحاكم ليست تعبدية، وإنما هي معلومة العلة، وإذا كانت معلومة العلة فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدم وعدما. ويذكرون أمثلة يعني كثيرة لهذه المسائل. إذا الخلاصة، أنا ترى ما أدري كم بقي معنا، باقي معنا دقيقتين دكتور. دقيقتين إن شاء الله. طيب، الخلاصة أن طاعة الحاكم، طاعة الدولة، تطبيق النظام، تطبيق القانون، جميل، لا بد أن يكون تبعا لطاعة الله ورسوله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الخالق. وأنت لما تطبق هذه الأشياء وتدعو لها، يجب عليك أن لا تفعل ذلك من باب التقرب إلى الحاكم. ليش؟ لأن الذي يفعل ذلك تقربا للحاكم يشمله حديث من عمل عملا مما يبتغى به وجه الله لا يعمله إلا ابتغاء عرض من الدنيا، ها، فلن يريح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن الله طاعة الحاكم الأصل فيها تطبيق النظام والذي لا يخالف الشرع إلى آخره. الأصل فيها أن يفعل الإنسان تقربا إلى الله، وليس لكي تجلب له المناصب ولا الأموال ولا غيرها. نعم، بارك الله فيكم دكتور عبد الله فيكم على بارك هذا الله. التأصيل الجميل. حقيقة عندي محاور كثيرة تتعلق في هذا الموضوع المهم والذي نحتاجه خصوصا في هذا الزمان. اسمح لي دكتور عبد الله، استكمل هذه المحاور في الحلقات قادمة إن بإذن شاء الله الله. تعالى. لك جزيل الشكر على هذا التأصيل وعلى هذا الطرح المميز في مضمونه وفي أهميته. الله المستعان. شكرا دكتور عبد الله. أعزائي بارك الله. المشاهدين، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، آملين أن نلقاكم في حلقات قادمة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.